ازيك يا جماعة، عاملين ايه؟ كويسين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هوريكو حاجة حلوة جدا جدا جدا، هما حاجتين، وان شاء الله لما اكتشف حاجات تانية طبعا اكيد هوريكو وهوريكو كل حاجة. بس الاول متنسوش تعملوا لايك على حاجاتي وشير وسبسكرايب. يلا بينا. اول حاجة هقولها لكم ايه هي، طبعا بدوس على دي وبدوس على بتاعة السلايم دي، شايفين دي اهي جنبيها اهي. استنى هعلمها لكم اهي، وادوس على دي. تمام، نمسح بقى عشان ايه نعرف نشتغل. نمسح 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 نمسح، وهوريكم دلوقتي هنعمل ايه. طبعا بعد كده يا جماعة هنسيب كل ده. استنوا نشيل دي، ننزل تحت كده، ننزل تحت اهي، ناخد دي، هي دي اهي، تعمل عليها علامة رايت يعني صح، هتتعمل بس سو. بقت المدينة كلها أشجار وبقت حلوة جدا. واو، بصوا مش عارفة انا هلاقي ايه ولا ايه، مش لاقي حد. بس ماشي، طبعا هنا العالم ايه ده، واو 2022 هابي نيو يير. اوكي تعالوا نروح بقى عند البحر اوريكم الحاجتين الجامدين قوي بقى. يلا بينا، انا رايحة اهو. طبعا بقى يا جماعة، طب تعالوا نشوف بقى هنا اتجددت حاجة، اتعملت كده اللي بتتجدد. كده مش عارفه ده هنعمل بيه ايه، بس ماشي. ما اعتقد ما فيش حاجه تاني بقى، عندي حاجه شفتوا بقى اللي مش شايفاه يا جماعه. نمشي 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 هنا، نقوم بقى شويه كده بالعجله الحلوه دي، وترى حاجة حلوة جدا. شلال يا جماعة، ايه ده شلال؟ خدوني صورة بليز بقى، تحفة شلال شلال يعني، حلو صراحة حلو. في هنا كمان حاجة كمان، تمام نكتشف ان جوا في حاجة ولا لا. لا مفيش، كان نكتشف الحاجة التانية مفاجأة بقى، نغمضوا عينيكم. ترى واو، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ لا والله لا، بقى هنا بقى عايزة عصير، نقعد كده نقعد نسترخي كده، ناخد كده كوباية عصير حلوة كده جميلة كده. لا لازم عصير، ناخد عصير اهو، وكمان خدت عصير بالمارشميلو بقى والفراولة وكده عشان يليق مع الاحمر اللي احنا عاملينه ده. والله العظيم حلوة، والله جميلة. يلا نكتشف الحاجة التالتة اللي هي اهي. تنروح بقى نشوف عند المخيم في حاجة ولا لأ. تعالي تعالى نروح هنا عند المخيم، لو في حاجة نشوفها اهو. ايه رأيكم نكتشف بقى مع بعض؟ نكتشف في كل بروك هابن، نكتشف كل حاجة، يا رب نلاقي حاجة بقى. مفيش هنا برضه، مفيش برضه، ايه ده؟ لا هنا مفيش. تعالوا نروح عند مثلا فوق هنا، تعالوا نروح نشوف فوق هنا في ايه كده، نكتشف النهارده، نكتشف يا جماعة بروك هافن كلها. زين لو في حاجة انا عايزة اوريها لكم، تبقى انتوا عارفين انها بقى تصور عليها فيديوهات كده بقى وكده يعني. كان في فوري كل ده تلجي يا جماعة، ما تلجي ده كله.
ادي اول مكان ما لقيناش فيه. ايه ده؟ واو الله، الناس هنا بقى عامله مخيم وقاعده بقى، والله حلوه. ايه رايكم؟ انتوا طبعا عارفين ان جدي وكنزي صحابي واخواتي، يعني هم اخواتي، ف هم فعلا اخواتي. ف ايه رايكم نصور بقى فيديو كلنا مع بعض؟ احنا عاملين هنا مخيم. انتظروا مننا فيديو قريب جدا بعد الامتحانات ان شاء الله. لا وايه في حاجه هنا تاني؟ لا الناس اهي. ايه مالها دي عامله كده ليه؟ اه دي ميار صاحبتي. ميار استني نكتب لها هاي ميار، انا بصور. ده قصر هاي، انا بصور في، هتلاقيها عارفة ان انا يوتيوبر. مايوك هي مستغربة يا عيني، مش عارفة تقول ايه ولا ايه. تعالوا نشوف على الجولة التالتة، هروح لكم، قصدي هروح لكم على الجولة الرابعة وراجع عليكم. والجولة الرابعة يا جماعة هنروح عند البوليس اهو. وهنجيب سرير، نحاول بقى نحطه عدل، يعني نحاول عشان بقى نجيب بقى سرير. عايز ايه يا عم؟ مالناش دعوة بيه. نجيب سرير ونحاول نحطه هنا كده. لا مش هنا، هنا عايزين نحطه جوه كده عشان يكون جاي لجوه. هنا هنا يا عم بقى اهو كده، نعمل كده اهو اهو اهو. ايه ده؟ لا يا ابني مش كده، هنا هنا هنا. الله والله العظيم لو ما تعملش انت حرين. هعمله وهرجع لكم. ورجعت لكم طبعا يا جماعة، عملت السرير اخيرا اخيرا. اوريكم كمان مكان السرير اللي انا عملته. ايه ده؟ طلع لنا رقم رقم بالانجلش، استنى نكتبه في ورقة. 6 6 اهو، 8 7 7 5. طبعا تعالوا نشوف بقى احنا هنعمل ايه، يلا بينا. وهنرجع للرقم تاني. طب ايه ده؟ انا عايزه اطلع. طيب مش مشكله. هنروح هنا اهو، نبص بقى، هنروح ايه ده اللي طلعني تاني. هنروح عند الحته دي، لو الناس مش عارفاها انا هعرفكم، هبقى معاكم اهو. ايه ده؟ بس ماشي، هنمشي من عند السينما اهو كده الناحيه دي، في حته منوره كده صح. تعالوا بقى نقف عندها. ايه هنا تقريبا؟ هنا صح. اه هناك اهي، هناك شايفين البنزينه دي، تخشوا كده. الناس اللي مش عارفه انا هعرفكم فيها. افتح، هتتفتح لوحدها بس بتاخد وقت. انا عايزه اشيلها خلاص، اشيلها وهرجع لكم. وشلتها واتفتحت يا جماعه، بصوا اهي اهي البوابه من بره اهي كده. مش بتاعتي دي، بتاعتي ولا لا؟ بس مش مشكله، تعالوا نفتحها تاني كده. في ايه؟ ايه الحظ الوحش ده؟ هفتحها وهرجع لكم. ورجعت من الفاصل يا جماعه، فتحتها. كان بقى نخش كده 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 كده.
هنشغل كل دول بس ما عدا التلاتة دي ما بتشتغلش. هنشغل دي 4 و5 واتنين شغالة، لا مش شغالة ايه بس تعالي. طلب بقى نروح نشوف السينما ايه اخبارها. افتح بقى يا باب بقى. الله افتح بس يا حقوني. طيب ماشي هخرج كده بس كده وهي هروح السينما من دلوقتي. وي بقى هتشوفوا هنعمل ايه. اذا بنزلوا حاجات جديدة، مش هما كانوا هنا بينزلوا افلام الراجل العجوز وكده؟ لا نزلوا حاجات جديدة. تعالوا نخش نشوف. تعالوا نخش هنا نكتب الكود. عايز اكتب الكود بقى اهو. كود الكود كان 68 كان 6 8 7 7 5. اوكي طبعا الفيلم بدأ. يلا بسرعة اهو اهو هتفرج عليه مرتين على الاقل عشان نعرف هو بيتكلم عن ايه، ولو عرفته ابقوا قولولي. انا مكنتش دعوة باللي فوق ده. هتفرج عليه مرتين عشان انتوا تشوفوا، لو عرفتوا حاجة طبعا لازم تقولولي في الكومنتات. نشوف كمان عشان نفهم، وكمان هنعمل البيت ده عشان نشوف ايه النظام فيه. يعني يا ستك ولدت بقى وكده وطيارة دلوقتي، هما كانوا في البيت ومشوا بالطيارة، في اتنين ناس بالطيارة مش عارفة انا حاسة مسلسل ليه. بعد كده نزلوا بعد كده حفروا حاجة ولا قعدوا يدوروا على حاجة. بكتب الرقم تاني عشان ايه ما يضيعش مني. لو شافوا المكان ده هما كتبوا حاجة، بس ايه هي الحاجة؟ وطبعا يا جماعة الكود كل شوية بيتغير، يعني انا لو دخلت اللعبة بكرة صورت فيديو ان شاء الله هشوف الكود، والكود لو اتغير انتوا تبقوا معايا طبعا عارفينه. الكود معايا اكتبوه عندكم 6 8 7 7 5. انا يا جماعة طبعا كاتباه عندي عشان ما انساهوش 6 8. استنى القلم خلص اهو اهو 8 7 7 5. الحتة دي في البيت. استنوا الاسم، يا لهوي نسيت اكتب الاسم. هنعيد الفيلم تاني وهيتكتب تاني الفيلم. هكتب تاني الاسم عشان تنشوف، عشان لو تفتكروا يا جماعة لما عملت الفيديو المرة اللي فاتت ولا اختي عملته هم عزلوا البيت ده. تعالوا نشوف بقى في ايه في البيت ده. لما احنا عملنا فيديو كان البتاع ده احنا مش فاهمينها، اللي هي اللي عامله زي الهرم دي، كنا عايزين نكتب عليها اسم بس ما عرفناش. فانا هنروح البيتين ونشوف في ايه. انا هروح البيت بتاع كريسمس ده اللي هو كان معمول في كريسمس، وهنروح البيت التاني. بس الاول هنروح البيت الاولاني بعد كده التاني. فهمتوا حاجة يا جماعة ولا لسه؟ هما مسكوا الراجل العجوز، هما مسكوه، الفيلم طويل كده، سجنوه
بعد كده هعمل ايه بقى. اهو الفيلم خلص، بدأ من الاول وجديد. نتفرج عليه تاني برضو عشان ايه نبقى عارفين. هكتب الاسم بس اهو، انا مش هتكلم عشان تركزوا انتوا كمان وانا كمان هركز. ف هنشوف مع بعض ونكتب الاسم. عارفين الحته دي، انا بس انا قاعده بتفرج على الفيلم تاني علشان اشوف بس الاسم هو كان مكتوب ايه. هو كان اوله سي تقريبا، في كده يعني. الرجل العجوز ده ليه سر غامض يا جماعة، عمال يلففنا وراه. اهو سي اي ان جي اي اور، ايوه كده سي اي ان جي اي اور. يلا بينا. هنروح الاول على البيت الاولاني. نعمل بيت اهو، لا مش عايزه بيت اهو، هو ده هو ده هو ده هو ده. عايزه الاوضه يا جماعه اهو فوق اهو فوق. يلا بينا فوق. الله الله فوق، ايوه هنا في الاوضه بتاع اللي فيها الحمام، هي في البسيط. ونطلع من هنا اهو. بص عاملين هيك ازاي مش عارفين بقى، وكمان الهيك بيكون من كام بقى؟ هيك 1 2 3 4 5 6، والاسم 1 2 3 4 5 6. ايوه طب هو ده ما ينفعش نوصل ليه غير الراجل عجوز بس ولا ايه؟ انا مش فاهمه برضه، حد يا جماعة يساعدني في الكومنت. تعال نشوف البيت التاني، البيت التاني البيت التاني. حاول اخوفك يا جماعة عشان تدخلوا جوه الشخصية. لسه فاضل شوية حاجات، يعني قصدي لسه فاضل وقت كتير، فانا هسهل على نفسي فاطلع من اللعبة واجيبها تاني. عشان انا قلت 6 8 7 7 5، والاسم سي اي ان جي اي اور. تمام 1 2 3 4 5 1 2 3. ماشي صاحبتي مايور بتلعب بروك هافن، انا هدوس عليها عشان نبقى مع بعض. يلا بينا. دي يا جماعة طبعا اخر حاجة، هعمل البيت اللي هو بتاع الكريسماس. نشوفه ونطلع بقى. دي طبعا يا جماعة طبعا ما اقول لكم كيف تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد. وهنعمل لسه الايام الجاية فيديوهات كتيرة وتحديات انا وكنزي كمان، بس بعد بقى ما نخلص الامتحانات وممكن في الفيلي اللي انا بقعده شوية. فقال بينا نعمل بيت. انا كده
ما انا عامله قدام كل الناس المشكله. عارفين بقى البيت بيت 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 الله يكون. بس مش اهو موجود يا جميع. هليوي ايه ده؟ شفتوا اللي انا شفته؟ شفتوا دي تحت بروك هافن يا جماعة، الارض تحت بروك هافن. هي كل ده لسه بتتبني؟ مش معقولة يعني. فهما كانوا راحوا هنا وقعدوا يخططوا. ممكن دي برضو تكون ليها علاقة بالراجل العجوز يا جماعة واحنا مش عارفين. هنخش جوه كل صندوق كده هنشوف ايه في ايه. بس مفيش حاجة تاني. تعالوا نشوف برضو ايه اخبار دي، انتوا عارفينها طبعا. هما ما جابش عنها سيرة في الفيلم خالص يعني، خالص خالص يعني. هل في ناس تقولك دي بتحول اللمبة كريستال ومش بتحول المراية كريستال وبتخلي حاجة تنور؟ فمش انا جربتها صراحة مفيش حاجة طلعت كده. فبس ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على جرس التنبيه عشان تصلكوا كل جديد. يلا باي باي باي.